وتسمع في كابوتشينو على كاب افام كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. مرحبا بكم من جديد. 7:54 دقيقة ثنية زينة للناس اللي قاصدين ربي ماشيين يخدموا على رواحهم. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهار مليان بالفرحة والسعادة والرزق. كما قلت قبل الفاصل الغنائي باش نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لليوم. طقس اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 باش يكون مغيم جزئيا واحيانا كثيفة سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 21 و27 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية، والبحر يكون قليل الاضطراب والرياح تكون قوية نسبيا. هذه كانت فكرة على أحوال الطقس لليوم. احنا نتواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح. بعد شوية نعمل دورة في الصحف التونسية، أهم العناوين الصادرة في عددها اليوم. نخليكم مع فاصل غنائي ونرجع لكم.